احنا ازاي استعدينا عشان نستقبل هذا العدد الكبير من السياح؟ معروف طبعا ان مدينة الغردقة من المدن الجميلة جدا وفيها من عوامل الجذب الكثير، لكن احنا استعدينا ازاي عشان تصل نسبة الاشغال 100%؟ والله الحمد لله، يعني ده يعني هي حكاية كبيرة، بداية التمنيات، بداية انشاء الفنادق في الغردقة والاستثمار السياحي اللي حصل، يعني يعتبر انجاز تاريخي في مجال السياحة وجود مدينة الغردقة في المكان دوت على البحر الأحمر، اللي هي بتشتغل في المواسم كلها طول السنة موجودة، وعندنا إمكانيات بتجذب سياح كتير على مستوى العالم، حتى ان المصريين اصبحوا يعني بينافسوا الاجانب كمان في ان هم يتواجدوا في فنادق كتير في الغردقه. الاستعدادات طبعا يعني احنا طبعا بنشيد بالانجازات اللي حصلت في الفتره الاخيره على الطرق، طبعا اللي بتخلي في سيوله او في ان احنا نقدر نتحرك من مكان لمكان في سيوله. 4 ساعات كمان من القاهره تقريبا. تمام الحمد لله. والله يعني طبعا طريق الجلاله زي ما حضرتك عارف يعني انجاز تاريخي برضو، ان احنا ننحت في الصخر ونعدي طريق في اوديه واماكن صعبه جدا المرور فيها، ده يعني شيء الناس يعني ما خدش حقه بصراحه بالنسبه للاعلام، ولكن الواقع بيأيد الكلام دوت، يعني انعكاس الصوره ووجود السائحين بأمان وطمأنينة في أماكن زي الغردقة، ده اللي بيخلينا يعني نشكر كل اللي أسهم في إن هو يعمل حاجة إنجاز زي دوت زي طريق الجلالة. مطار الغردقة مطار بيستقبل حوالي 13 مليون سائح، يقدر يعني الاستيعاب بتاعه 13 مليون سائح على أعلى مستوى الحمد لله، كل يعني يعتبر باقي حاجات بسيطة جدا، سلبيات بسيطة ممكن نتلاشاها في أي وقت، ويعني أصبح عليه طلب كبير جدا من شركات الطيران العالمي إن هو يبقى محطة أساسية للبرامج بتاعتنا. فالحمد لله الاستعدادات طبعا، حتى الفنادق نفسها بتطور من نفسها، دلوقتي مفيش فندق في الغردقة ما فيهوش أكوا بارك، رغم إن الناس زمان كانت هو طبعا واخدين فكرة إن الغردقة هو عبارة عن بحر فقط لا غير، ولكن زي ما حضرتك عارف حتى البحر في البحر الأحمر ساري جدا بالشعاب المرجانية وبالحياة البحرية.